السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الإندوكراين والميتابوليك ديس أوردر تشابتر. أحب أعرفكم الأول بنفسي، أنا دكتورة ريم بكير، بورد سيرتيفايد فارماكوثيرابي سبيشالست أند لكتشرر أوف بايو تكنولوجي أت ذا ميديكال ميليتري أكاديمي. هنبدأ النهاردة بال هنبدأ النهاردة إن شاء الله بالثايرويد بلاند كجزء من الإندوكراين سيستم. ثايرويد ديسوردر either it could be hyperthyroid disorder أو hypothyroid disorder. هنتكلم الأول على الhyperthyroid disorder، بس خلونا نشوف الأول من السلايد دي إزاي الريجوليشن بتاعة الريليز أو السكريشن بتاعة الثيرويد هرمونز. بنلاقي إن الهايبوثالاموس بتريليز أو سكريت الثيروتروبين ريليزينج هرمون اللي بتأثر على البيتويتري جلاند وتعمل لها ستيموليشن تو سكريت ذا ثيرويد ستيموليتينج هرمون which in turn stimulate the thyroid gland to release the triiodothyronine which is the T3 and the thyroxine T4. T3 and T4 بتعمل feedback inhibition to regulate their releasing hormone أو stimulating hormone وده بالnegative feedback mechanism. أي خلل في جزء من الجزئيات دي بينتج عنه either hypersecretion للT3 والT4 أو hyposecretion. الهايبوثايرويد ديسوردر منهم التوكسيك ديفيوز جويتر اللي هو بيسموه الجريفز ديزيز، البيتويتري ادينوماز، توكسيك ادينوما، توكسيك مالتي نودولار جويتر بيسموه البلامر ديزيز، بينفل سب اكيوت ثايرويدايتس، والدراج اندوست هايبر ثايرويديزم زي في حالة التريتمنت بالأميودارون ثيرابي اللي هو زي التريد نيم بتاعه الكوردارون. هنلاقي مينلي في الشابتر هنا هو بيتكلم على التريتمنت بتاع الجريفز ديزيز. How to diagnose إن أنا عندي hyperthyroidism؟ هنلاقي في elevated T4 serum concentration، في decreased TSH concentration. طيب ما وصلناش برضو الconfirmation على الdiagnosis، يبقى بنعمل حاجة اسمها radioactive iodine uptake. بنشوف لو radioactive iodine uptake زاد ده بيكون في الactive thyroid gland وبيكون في excess من T4 and or T3. ده فين بيحصل؟ ده في Graves disease، في الثيرويد ستيموليتنج هرمون سكريتنج ادينوما، في التوكسيك ادينوما، وفي المالتي نودولار جويتر. ان كيس بقى اوف ثايرويدايتس او في هرمون انجشن هو الكوز، بنلاقي ان الايودين الراديو اكتيف ايودين ابتيك از سابريست. في حاجه رابعه كمان ممكن نقدر نعرف بيها الديزيز كونديشن وهي الثيرويد ريليتد انتي بوديز. بنلاقي فيه antibodies للثيرويد stimulating، للثيروتروبين ريسبتور، للثيروبيروكسيديز، للثيروغلوبولين، وبنعمل ثيرويد بايوبسي. طيب ايه الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعت الهايبرثيرويديز؟ هنلاقي ان البيشنت وزنه بيقل، شهيته مفتوحه، في عنده مشكله في الجفن بتاع العين، عنده هيت انتوليرنس، عنده جويتر اللي هو بيبقى تضخم كده عند النك، في فاين هير عنده، في هارت بالبيتيشن وتاكي كارديا، متعصب قلقان ما بينامش كويس، في ديستربنس في المنسز وده نتيجه للهايبر ميتابوليزم بتاع الاستروجين، في سويتنج واحساس بالحر طول الوقت، في مويست سكين، في اكس اوف سالاموس اللي هو جحوز العين، وفي حاجه ديزيز كونديشن كده رير بتحصل في بعض الناس اسمها بري تيبيال ماكسيديما اللي هي ظاهره عندنا هنا في الصوره دي، سكين ديزيز كونديشن اسوسييتد ويز هايبر ثايرويديز. طيب
ايه الجول اوف ذا ثيرابي؟ انه مينيمايز او اليمينيت السيمبتومز سو اي امبروف ذا كواليتي اوف لايف، امينيمايز اللونج تيرم دامج للاورجنز، يعني انا عندي على طول هارت بالبيتيشن، عندي تاكيكارديا فده هيؤدي الى هارت ديزيز اريزنيس سادن كاردياك ديث، also bone demineralization and fractures. طيب the third goal is انا عايزه اوصل ل normal free T4 and TS concentration. ايه الثيرابيوتكس اللي بنستخدمها في الهايبرثايرويديزم؟ ذا كاربيمازول اللي هو الميسيمازول والبروبايل ثايويوراسيل. طيب الفيرست لاين ثيرابي او التريتمنت اوف تشويس بالنسبه للهايبرثايرويديزم هو الابليتيف ثيرابي، وده يعني مينيمال انفيسيف بروسيدجرز الفيزيشنز بتعمله عشان to damage certain tissue علشان يقلل الهرمون secretion. وفي حاجة اسمها iodine ablative radioactive iodine ablative therapy، بيعملوا الablative therapy ده بالradioactive iodine أو بيروح للsurgical resection في حالة الadenomas، ده related للpatient preference والcomorbidities. طيب الablative therapy often results in hypothyroidism لكن هو التreatment of choice. في بعض الأحيان الpatients مش بيبقى حابب إن هو يبدأ بالablative therapy أو بيبقى قلقان منه، فبنروح للpharmaceutical agents اللي هو الantithyroid pharmacotherapy. الانتيثيرويد فارماكوثيرابي له الكونديشن اللي احنا بنستخدمه فيه، زي مثلا حد منتظر انه يخش على ابليتيف ثيرابي او سيرجيكال ريسكشن عشان يعمل ديبليشن للستورد هرمون ويقلل اي بوست تريتمنت هايبر ثايرويديزم ممكن يحصل، او بنخليه للناس اللي هم نوت كانديديت فور ابليتيف او سيرجيكال ثيرابي زي الناس اللي عندها سيريس كارديوفاسكولار ديزيز أو الناس اللي ما بتقدرش تعمل adherence للradiation safety. Also, when ablative therapy or surgical resection fails to normalize thyroid function. أنا عملت ablative therapy أو عملت surgical resection وستيل ال thyroid function not normal. Those with a high probability of remission with oral therapy. في بعض الناس بيبقى عندهم الريت اوف ريميشن البروبابيلتي ان يحصل لهم ريميشن عاليه جدا، زي الناس اللي هم اصلا مايلد ديزيز سمول جايتر ما عندهمش انتي بودي تايتر اجينست الثايرويد هرمونز او الثايرويد ريسبتور او الانتي بوديز دي لو. Also reserved للناس اللي هي عندها ليميتد لايف اكسبكتنسي، فدول بقى مش هدخلهم في اوبريشن. Also restricted or reserved للpatient اللي هم عندهم moderate to severe active graves of cell. ايه بقى التريتمنتس الافيلابل؟ نمبر 1 ثايوريز، ودول البروبايل ثايوراسيل والميسيمازول. هنلاقي ان الميسيمازول هو الدراج اوف تشويس. ايه الميكانيزم اوف اكشن بتاعهم؟ هم بيعملوا انهيبيشن للايودينيشن والسينسيس بتاع الثايرويد هرمون، والبروبايل ثايوراسيل بيبلوك الـ T4 T3 conversion in the periphery as well. طيب التابل هنا بيشرح الانيشيال دوز للبروبايل ثايوراسيل والميسيمازول والماكسيمم دوز، وان ازاي وانس البيشنت بيبقى يو ثايرويد يعني وصلنا خلاص للليفل اوف هرمونز واللاب والستيرام كونسنتريشن المطلوبة، بنعمل ريدكشن للدوز لتقريبا نص الانيشيال دوز اللي احنا بدأنا بيها. البروبايل ثايوراسيل بنبدأ ب 100 ميلي جرام 3 تايمز دايلي ونوصل لماكسيمم 400 3 تايمز دايلي. الميسيمازول من 10 ل 20 وانس دايلي والماكسيمال 40 ميلي جرام 3 تايمز دايلي. Once your thyroid بقى في حالة البروبايل ثايوراسيل بنوصل ل 50 ملي جرام 2 to 3 times daily،
وفي الميسيمازول من 5 لـ10 ميلي جرام بير داي. طيب في نوتس كده مهمة نعرفها وإحنا بنعمل التريتمنت، إنه الميسيمازول هو الدراج أوف تشويس unless إن إحنا في الفيرست تريمستر أوف بريجنسي، في الحالة دي هنستخدم البروبايل سايو يوراسيل. ده أكوردينج للأمريكان أسوسيشن أوف كلينيكال إندوكرينولوجيست. Once الفيميل عدت الفيرست تريمستر أوف بريجنسي بتشفت تاني للميسيمازول. الميسيمازول بيحصل له دوز تايتريشن every month based على السيمتومز وعلى الليفل اوف فري تي 4 سيرم كونسنتريشن. بنديبند على التي 4 منلي اكتر من التي اس اتش، نتيجه لانه التي اس اتش بيقعد لشهور في ليفل لو من الستارت اوف ثيرابي. ايه بقى الادفيرس ايفكت؟ بنلاقي انه البروبايل ثايروسيل عنده بلاك بوكس وورنينج للهيباتوتوكسيستي والامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجيست بتريكومند بيز لاين ليفر فانكشن تيست في راش، في ارثريجيا، في لوبس لايك سيمبتومز، في فيفر، اولسو agranulocytosis early in therapy usually within 3 months من الستارت بتاع الثيرابي. بنلاقي انه ممكن يحصل agranulocytosis، فده بيتطلب انه احنا نعمل baseline CBC. It doesn't there is no recommendation to do routine CBC examination، لكن في حالة لو لقينا ان البيشنت بيكمز فيبرايل او حصل له فارنجايتس نعمل ري تشيك تاني على السي بي سي، لانه ممكن يكون حصل during the therapy decrease or a granulocytosis. الافيكاسي بتاعت التريتمنت، التريتمنت بيدي slow onset in reducing symptoms، بياخد تقريبا اسابيع weeks، بيدي الماكسيمم افكت بتاعته من 4 لـ6 شهور من التريتمنت. مفيش drug superior عن التاني، يعني لا الميسيمازول احسن ولا البروبايل ثايوراسيل احسن، لكن on basis of milligram to milligram الميسيمازول 10 times more potent than البروبايل ثايوراسيل. As we said انه ده الفارماكوثيرابي ده مش الفيرست لاين تريتمنت، هنلاقي انه الريميشن ريت لو، من 20 لـ30% بيحصل لهم ريميشن، والريميشن معناها ان انا بوصل لنورمال تي اس اتش وتي 4 لمده سنه بعد ما بوقف العلاج. طيب الثيرابي ديوريشن في الجريفز ديزيز تقريبا بناخد من سنه لسنه ونص، بنوقف التريتمنت لما بنوصل لتي اس اتش نورمال، بنمونيتور الثايرويد كونسنتريشن كل من شهر لثلاث شهور لمده 12 شهر بعد التوقف عن العلاج عشان تو ديتكت اي ريلابس اللي هيبان لنا از اب نورمال TSH أو T4. طيب تاني حاجة في التريتمنت هي non-selective beta blocker، primarily بنستخدم البروبرانولول وsometimes بنستخدم النادولول. الفانكشن بتاعتهم إنهم يعملوا blocking للhyperthyroidism manifestation اللي هي mediated بالadrenergic receptors اللي هي symptoms associated مع الhyperthyroidism. Also it block the conversion بتاعت T4 to T3. الدوزنج بنبدا initially من 20 ل 40 ملي جرام by mouse 3 to 4 times daily to a maximum 240 to 40 to 480 ملي جرام per day. الافيكاسي as we said ان هي بتستخدم مبدئيا او اصلا just to relieve symptoms, palpitation, tachycardia, tremor, and anxiety.
It is recommended بقى ان مين اللي ياخدها هي symptomatic older patient, patient with heart rate أكتر من 90 beats per minute أو عندهم existing cardiovascular disease, all symptomatic patient, used before ablative iodine therapy, patient having a T4 2-3 times upper limit of normal. برضو there is موجود poor remission rate من 20-35%. It's used primarily for treatment of thyroiditis, which is self-limiting. وفي زي ما قلنا في acute management of symptoms during thyroid storm. هنلاقي بعد كده واحنا بنتكلم على thyroid storm انه البيتا بلوكر له main role في thyroid storm treatment. في alternative للبيتا بلوكر بيستخدمه in case ان non-selective beta blocker مش هنقدر نستخدمهم زي الكلونيدين والنون دايهايدروبايريدين كالسيوم شانل بلوكر. الايودين والايودايد اللي هم legal solution والsaturated solution of potassium iodide دول برضو من الحاجات اللي بتستخدم كتريتمنت لكن لها limited use في حاجات معينة. هي بتعمل inhibition للrelease of the stored thyroid hormone. ملهاش تقريبا تأثير على the senses of the hormone. الaim بتاع اليوز بتاعها ان احنا بنستخدمها to decrease the vascularity and the size of the gland before surgery. هنلاقي في 3 different dosage form available. Illegal solution, saturated solution of potassium iodide, والpotassium iodide tablet. Usually daily dose بتبقى من 140 ل 400 ميلي جرام mixed with juice or water وبتتقسم على 3 مرات في اليوم. ايه الادفيرس ايفكت بقى بتاعتها؟ انه ممكن يبقى فيه هايبر سنسيتيفيتي ليها ميتاليك تيست بتعمل بيرنينج سنسيشن في الماوس. يعني ينصح طبعا ان هي ما تستخدمش قبل الابليتيف ايودين ثيرابي في الايام اللي قبله على طول علشان ده بيقلل الابتيك بتاع الراديو اكتيف ايودين. ايه الافيكاسي بتاعتها؟ زي ما قلنا هي لها ليميتد افيكاسي لانها بتدي افكت بس من اسبوع لاسبوعين وعشان كده احنا بنستخدمها جاست تو شرينك الجلاند بيفور السيرجري او بعد الابليتيف ثيرابي عشان تو انهبيت الثايرويدايتس ميديتد ريليز اوف ستورد هرمون. وطبعا ليها استخدام اساسي في التريتمنت بتاع الثايرويد ستورم هنشوفه واحنا بنتكلم عن التريتمنت بتاعها. في حاجة اسمها سب كلينيكال هايبر ثايرويديزم ودي بتبقى يعني ايه ما وصلناش للليفل بتاع الهايبر ثايرويديزم لكن في سم وات مشكلة في الثايرويد جلاند. الديفينيشن بتاعتها هي بتبقى لو اور انديتكتبل تي اس اتش لكن التي 4 نورمال مفيش مشكلة في التي 4. ده مشكلته ايه؟ ان ده بيزود الريسك اوف اتريال فايبريليشن ان بيشنت اكتر من 60 يير، بيزود البون فراكتشر في البوست منوبوزال وومن. بالنسبه للتريتمنت هي بتتعمل لها تريتمنت زي الهايبرثايرويديزم العادي لكن في بعض الاحيان ما بيعملوش تريتمنت وبس بيبقى المطلوب ان انت تعملي سكرين للاليفيتد تي 4 كونسنتريشن. بيدوا اورال انتي ثايرويد دراج ثيرابي، بيدي بيتا بلوكر مي بي اوف بنفيت للناس اللي عندها كارديو فاسكولار موربيديتي سبيشالي لو عندهم اتريال فايبريليشن. وزي ما قلنا لو ما عملناش تريتمنت يبقى احنا هنمونيتور اي انكريز في التي 4. ايه بقى الثايرويد ستورم اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ دي لايف ثريتنينج ديكومبنسيتد ثايروتوكسيكوز فيري سيفير، مورتاليتي ريت بتوصل ل 20%. ممكن يكون السبب فيها تروما، انفكشن، انتي ثايرويد ايجنت ويزرول، سيفير ثايرويدايتس، بوست ابليتيف ثيرابي، بالذات لو احنا ما عملناش ادكويت تريتمنت قبل الابليشن. طيب بتبقى manifested ازاي؟ بنلاقي في فيفر، في تاكيكارديا، في vomiting، dehydration، بتوصل للكوما والتاكيبينيا والديليريم. طيب how to treat؟
بنبدا ببروفايل ثايروسيل، بندي من 500 ل 100 ل 1000 ملي جرام لودينج دوز، وبنكمل ب 250 افري 4 اور. دي عشان تعمل بلوكينج للسينسز بتاع النيو هرمون. ممكن برضو نستخدم الميسيمازول في ايودايت ثيرابي بعد ساعة من ما استخدمنا من مدينا أول جرعة للبروبايل ثايروسيل، بندي أيودايت ثيرابي تو بلوك الهرمون ريليز، بيتا بلوكر عشان تو كنترول السيمتومز وبلوك كونفرجن اوف تي 4 تو تي 3، أسيتامينوفان عشان الحرارة، وأفويد إن أنت تستخدم النون ستيرويد الأنتي إنفلاماتوري لأنهم بيعملوا ديسبليسمنت للثيرويد هرمون البروتين بايندينج بتاعهم ويعمل لهم ريليز ويبقوا فري في السيركيليشن. الكورتيكوستيرويد ثيرابي، وده بندي بريدنيزون 300 ملي جرام اي في لودينج دوز، وبنكمل ب 100 ملي جرام كل 8 ساعات. ممكن ندي ايكويفالنت دوزج من الديكساميثازون او الهيدروكورتيزون. الفانكشن بتاعه الكورتيكوستيرويد هي هنا انها تعمل بروفيلاكسز اجينست ريليتيف ادرينال انسفيشنسي، وي اولسو كان بلوك الكونفرجن بتاعه التي 4 للتي 3. هناخد هنا كيس بقى على الهايبر ثايرويديزم اللي كنا بنتكلم عليه. دي هنا معنا فيميل 43 years old diagnosed بجريفز ديزيز، التي اس اتش بتاعتها 0.22، التي 4 3.2، شي فيلز وور انكسيوس. وات از اتس بيست انيشال تريتمنت؟ از وي سيد اللوجل سوليوشن ذس از فور ليميتد يوز. Propyl thiouracil risk of liver disease. Atenolol just to control symptoms. أما الميسيمازول it is the drug of choice. Our choice here is the ميسيمازول. This slide explain the why we selected answer D. نعم اغزلتها ماشي هبدأ. ها كده احنا يعتبر خلصنا الجزء بتاع الهايبر ثايرويد ديس اوردر، وهنبدأ في الهايبو ثايرويد ديس اوردر. طيب الهايبو ثايرويد ديس اوردر كلاسيفايد بقى into Hashimoto disease, iatrogenic, iodine deficiency, أو secondary causes. ال Hashimoto disease ده most common in areas with iodine sufficiency, affect mostly women, characterized by autoimmune induced thyroid injury. أما ال iatrogenic فبيكون نتيجة ل thyroid resection أو radioiodine ablative therapy for treatment of hyperthyroidism. يعني ده في الغالب هو ناتج عن العلاج بتاع الهايبرثايرويديزم. بالنسبة للأيودين ديفيشنسي دي الموست كامن بقى كوز ورلد وايد، إن المكان اللي احنا موجودين فيه أيودين ديفيشنت، فبالتالي الفانكشن بتاعة الثايرويد لاند مش شغالة مظبوط. أو ممكن يكون نتيجة لسكندري كوزز بيسموه في الحالة دي سنترال أور سكندري، ودي نتيجة لبيتويتري انسفيشنسي في reduction في الثيرويد stimulating hormone secretion، أو drug induced نتيجة لاستخدام بعض الأدوية زي الأميودارون والليسيوم. طب how to diagnose؟ هنلاقي في decreased free T4 serum concentration، increased TSH concentration أكتر من 10 ملي يونت بير لتر. دي بتكون الليفل بتاعها نورمال او لو كمان في حاله السنترال هايبوثايرويديزم لما يكون هو ده السبب. وجود ثايرويد انتي بوديز زي الانتي ثايرويد بيروكسيديز او الانتي ثايروجلوبولين اوتو انتي بوديز. وي شود سكرين بيشنت ايجد اكتر من 60 years especially if they are women. طيب الكلينيكال بريزنتيشن بتاعت الديزيز ايه؟ بنلاقي فيه cold intolerance, dry skin, fatigue, weight gain, bradycardia, slow reflexes, coarse skin and hair, periorbital swelling,
menstrual disturbance caused by hypometabolism of the estrogen, unlike in the case of hyperthyroidism. Goiter, lower primary hypothyroidism. Our therapy goal is to minimize or eliminate the symptoms and hence improving the quality of life, minimize the long-term damage to the organ, like mixed edema, coma, or heart disease. We will talk about mixed edema, coma later. Normalize the free T4 and the TSH concentration. What are the therapeutics used? Number one, and the drug of choice, is the synthetic T4 levothyroxine. In healthy adult, we give a dose of 1.6 microgram per kg per day. For 50 to 60 years old adult, we give 50 microgram per day. And for patients with cardiovascular disease, we must reduce the dose to the half and 12.5 to 25 microgram per day. في regulations كتير لليوز بتاعة الليفوثيروكسين لأنه عنده drug food interaction كتير. ف it should be dosed in the morning on an empty stomach 30 to 60 minutes before breakfast or at bedtime 4 hours after last meal. Also, it should be dosed separately from other medication like calcium, iron, and antacid لأن دول بيأثروا على الabsorption بتاعته. الدوز تايتريشن ده بيبقى بيزد على الريسبونس هل عمل كنترول للسيمتومز في نورماليزيشن للتي اس اتش اور اند الفري تي 4 الدوز انكريمنت بيكون من 12.5 ل 25 مايكروجرام بير داي وخلينا ناخد بالنا ان في حاله البريجننسي الدايلي ريكويرمنت تبقى هاير ذان نورمال نون بريجننت فيميل How to monitor the treatment? هنلاقي ان احنا بنعمل monitoring من 4 ل 8 weeks after initiating or changing therapy لان ال T4 half-life بتاعتها حوالي 7 days بندبند mainly على ال T4 مش على ال TSH لان ال TSH بياخد وقت طويل على بال ما بيوصل لل steady state concentration بتاعته بناخد السامبل بتاعتنا اللي هنعمل لها testing قبل ما ندي الدوز بتاعة الليفوثيروكسين ايه الادفيرس ايفكت ممكن يؤدي الى هايبرثايرويديزم بيعمل كاردياك ابنورماليتيز ام اي تاكي اريزميا انجينا لينكد اولسو تو ريسك اوف فراكتشر ده اكشلي في الناس اللي بتاخد هاير دوزز او بتاخد اوفر سبلمنتيشن as we said ان الليفوثيروكسين از فيري افيشنت الناس اللي بتاخده بتمنتين نورمال ليفل من التي اس اتش والتي 4 We bit experience symptomatic relief. طيب الليفوثيروكسين ليه هو الدراج اوف تشويس؟ لانه الادفيرس افكت بروفايل بتاعه معقول الكوست بتاعه قليل ما عنده lack of antigenicity and uniform potency. في ريكومنديشن لاستخدام الليفوثيروكسين بالامريكان اسوسيشن اوف كلينيكال اندوكرينولوجيست بتريكومند اليوز اوف براند نيم ليفوثيروكسين لكن المهم جدا ان احنا واحنا بنستخدم الليفوثيروكسين نبقى مهم ان احنا نعرف ان الجايد لاينز بتريكومند انه ما حدش يغير من براند الجينيريك او من جينيريك لبراند وانس السيمتومز وال اللابوراتوري داتا بتاعه البيشنت اتظبطت يفضل ماشي على الدراج اللي بدا بيه لان الفاريشن في البايو اكويفالنس بتاعه التي اس اتش مش ما اتعملهاش ستادينج وير نوت بيرفورم واي تغير ولو بسيط في التي 4 بين البرودكتس وبعضها بيؤدي الى سيجنيفيكانت تشينج في الثايرويد ستيمولاتينج هرمون في بعض الدراجز التانية الموجودة زي اللايوثيرونين، اللايتريكس والديسيكيتد ثايرويد لكن كل دول كل الجايد لاينز دو نوت ريكومند لليوز بتاعهم. ندخل بعد كده لكونديشن اسمها السب كلينيكال هايبوثيرويديزم ودي بنبقى احنا يعني ايه بيلو الكلينيكال هايبوثيرويديزم في عندنا اليفيتد تي اس اتش لكن لسه التي 4 بتاعتنا نورمال. ودي بيسموها early Hashimoto disease. ايه مشكلتها؟ ان لو عندي TSH elevated اكتر من 7 في الـ older adult ده وجدوا ان هو بيزود الريسك بتاع الهارت فيلير.
ولما بيكون أكتر من 10 وجدوا أنه بيزود الريسك بتاع الكورونري هارت ديزيز. To treat or not, الموضوع ده controversial. وجدوا أنه في association ما بين العلاج بالليفوسيروكسين والريدكشن بتاعت الهارت ديزيز في البيشنت من 40 ل 70، لكن الكوريليشن دي لم يجدوها في الناس الأكتر من 70. طيب مين اللي عالجه؟ واحد يكون عنده TSH بتاعه من 4.5 ل 10، وعنده بقى ايه؟ عنده symptoms of hypothyroidism، عنده anti-thyroid peroxidase antibodies، عنده history of cardiovascular disease، heart failure أو risk factor لحاجة من الاثنين. طب التريتمنت ازاي؟ هندي initial dose من 25 ل 75 microgram per day is recommended. طيب لو ما عملنا، لو ما بدأناش التريتمنت هنعمل ايه؟ هنعمل regular screening للـ T4. لو لقينا في decrease في الـ T4 نبدأ starting الـ treatment. الميكس دي ماكوما، الكونديشن اللي احنا قلناها دي it's a very life severe and life threatening decompensated hypothyroidism. المورتاليتي ريت بتاعتها بتوصل ل 60%. البريسيبيتاتينج كوز could be برضو تروما، انفكشن، هارت فيلير، ميديكيشن لايك سيداتيف، ناركوتكس، انستيزيا، ليثيوم، اميودارون. Presented ازاي؟ الميكس دي ما كوما ده مجرد ترم، كوما دي مش لازم تكون موجودة في الكونديشن، لكن بيحصل فيها altered mental status ودي very common. بيحصل diastolic hypertension، hypothermia and hypoventilation. How to treat؟ أول حاجة IV thyroid hormone replacement من 100 ل 500 microgram loading dose followed by 75 ل 100 microgram per day. Until the patient can tolerate oral therapy, بنبدأ نديله الأورال ثيرابي. لو البيشنت ده frail أو patient with established cardiovascular disease هنقلل الـ initial dose. في بعض الناس بتأدفوكيت إن احنا نستخدم الـ T3 عن الـ T4 نتيجة لإن هو more biologically active، وإن الـ conversion بتاعت الـ T3 للـ T4 بتبقى suppressed في المايكس دي مكومة، لكن للأسف الـ availability بتاعت الـ IV T3 والكوست بتاعه ما بتخليش الناس تقدر تستخدمه. بندي كمان antibiotic therapy given ان ممكن يكون cause infectious، فبندي broad spectrum antibiotic. ولو لقينا ان الراندوم كورتيزول concentration affected بندي hydrocortisone replacement 100 milligram per 8 hour، وبنعمله DC if the concentration is not suppressed. Finally بقى هناخد كيس كده بتتكلم على الهايبوثايرويديزم، ودي 63 old women عندها هاشيموتو ديزيز، ال TSH بتاعتها 10.6، ال free T4.5، بتقول ان هي عندها dry skin do not respond للهاند كريم. ايه هو الانيشيال or best treatment for her؟ هل ليفوسيروكسين؟ هل لايوسيرونين؟ هل ديسيكيتد ثايرويد؟ هل ميسيمازول؟ اللايوسيرونين والديسيكيتد ثايرويد احنا قلنا ان في الجايد لاينز كلها دو نوت ريكومند ذير يوز فور تريتمنت اوف هاشيموتو ديزيز. الميسيمازول ده فور تريتمنت اوف جريفز ديزيز. سو اور انسر ويل بي اي ويتش از ذا ليفوسيروكسين اللي هو الـ first drug of choice based على الـ safety profile أو الـ adverse effect profile بتاعه والـ cost والـ bio availability بتاعته. Many thanks.